صبحكم بالخير. الأحداث بلبنان وبالمنطقة عم بتخلينا نعمل فيديو كل يوم فيديو مثل ما بيقولوا. أولا جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، أرجوك وأرجوك أنك تسمعني كتير منيح، وكل دول الخليج فوتوا بالكواليزيشن مع إسرائيل ودول الغرب بمواجهة إيران. لا تغلطوا أبداً، بدهم يدبحوني. خدوا لبنان مثلاً، دمروا سوريا الإيرانية، دمروا العراق، دمروا اليمن، بدهم يدمروا لبنان، ما في مجال أبداً. كسروا مالياً، كسروا اقتصادياً، فقروا الناس، المي ما فيه، كهرباء ما فيه، المي ملوسة، ليك اللي عم تاكلوه ملوات. طيب كم مرة قلت انه مثل ما دمروا سوريا بدهم يدمروا لبنان بعدة فيديوهات، ان شاء الله تكونوا تصدقوني. طيب هلا شو في ازمة بلبنان؟ لسه بسيطة كتير، 10,000 دولار ما نشي قيمة الدولار. لو في طلبات على الدولار، لو في ناس بدها تشتري دولار كان بيروح للمية وخمسين الف. ما في تغطية، ما في تغطية للعملة. بدكن تغطية، وين التغطية؟ في هالسافل الوسخ اللي ما في أخلاق. رياض سلامة، هذا الوسخ بيصدر سندات بخمسة وثمانين مليار دولار تيسرقوها السياسيين اللبنانيين ويفيدوه تيعملوا رئيس الجمهورية. ما قالوا حق يصدر هذه السندات. هذا جيبوه حطوه بالحبس هو وعائلته وولاده، حطوه تنبره لولاده، دي ما تقدروا تكمشوهم. قولوا له جيب الخمسة وثمانين مليار دولار على الخزينة، احتياط البنك المركزي بالعملة الأجنبية، هيدي وحدة. اثنين، سليمان توني سليمان فرنجي اليوم عمل تصريح الدولار بعشر تلاف قول عن يبعث ميشيل عون وجبرون بيسير. لك ما انت وبيك المصريات الصورقين من لبنان، انت بالذات صورق كمان، وجيبوا فريد الخوزين اللي مصرقينه معكم، ومصريات بيك وفوتوهن على لبنان، بيسقط الدولار. نبيه بره، جيب الدولارات اللي كلها حط تبرو باسم عائلتك وباسمك، الكان بأرقام سرية والكانت بتراست فوند، بيسقط الدولار. طه ونجيب ميقالطي سرقتوا لبنان كلكن اللي عم سميكم مع السوريين، وبعدين مع حزب الله، حزب الإرهاب والإجرام، وفوتوهن على لبنان. قول شوتر نبيه بري عم يحكي عن التلوث اليوم، حكيها بالأساس الناس كيف بدها تاكل. يلا بيقول لي بدهن ياكلوا سمك، مين بياكل سمك ولحم وجيج إلا التافه؟ كله ملوت البحار صغير، ما كل يوم الإيرانيين بيضربوا بيخروا وبينزلوا للنفط. طيب ميشيل عون وعائلته الوسخ اللي ما في أخلاق ولا ضمير، ما بسلمن البلد اللي دمروه، ولما أنت اللي دورت، أنت اللي دمرته وأنت اللي سرقته، أنت ومرتك وبنيتك وأسرتك. أحلى شيء بنته يلي مجوزي إذا التافي اللي كان بالجيش، شو اسمه، شيم الروكوز، لك الوسخ لك، تحمل حالة بتقول زيز القصر مكسور ما منقدر نصلحه لأنه الجنرال مقدم معيشه شاريتي لأعمال خيرية. لليكو أسفيلي هو سرقوا مليارات الدولارات بوزارة الطاقة واحدة، وبدنا نجيب لكم حقوق المسيحيين ومنجيب لكم الكهرباء 24 ساعة، وسرقوا لبنان. وما بتستحي، بتعتقد الناس بهلين مشان هيك. اللي انتو اخدين معيشات باللبناني، اللي كنتو بمجلس النواب وين ما كنتو، وبتودوا ولادكن يصرخوا شيعة شيعة، نحن منقول شيعة شيعة، نحن شيعة علي بن أبي طالب،
نحن المؤمنين به. انتو شيعة وظائف تي ما تروحوا على الشغل تاخدوا هالمعيشات. هذا هو لبنان، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمل فيك. فوت باتحاد العسكري، وإلا الإيرانيين بدهن يدبحونا شئنا أما بيني. فوت، نفوت تحت الأمبريلا سنتر كوماند، وبدنا نكون نحن دول الهلال الخصيب مع الدول العربية بقيادة السعودية، إن نكون بكوماند سنتر كوماند إسرائيلي، ونوقف مع الإسرائيليين 100%. لدبحوا الناس وسرقوا المال وسرقوا العباد وعاملين كل شيء واني بيحكوا بالشرف. كيف لك عين توني فرنجية تطلع اليوم وتعمل هالتصريح؟ لك منك فاسد وخالص انت اسمي، ولك اشي شهاداتك تتعمل نايب عن صغرطة بالقويل، انت وبيك مش وحدك، صار عندك معيش من مجلس النواب بتجيب المتعهدين وبتحطهم فساد لقلك، وبتسرقوا ميزانية الميزانية العامة، وجبتوا فريد الخوزن تتفيدوه، بيفوتكن عجبل لبنان كاسح كاسح. بتصير صورك انت وبيك اقوى من صورك انت وبيك مع عماد مغنية وشو اسمه ابنه اللي قتل كمان، شو واحد جهاد مغنية يعني بالشوم عليكم. ردوا المال اللي مسروع على لبنان، معروفين ممكن اللي يأخذين مال لبنان. ميشيل عون وعائلته، مرته وبناته وأسرته، كل اللي موجودين كانوا يتعاطوا مع النظام السوري، طه ونجيب مئاتي سليمان فرنجية وجماعتكم، ردوا هالدولارات اللي حطينا برو. لك فوتوا مصريات اللوتو وحطوهن جوا بالدولار بلبنان تتغطوا العملة. ولك الأدوية اللي قبضتوا عليها ملايين الدولارات تتمضوا أن تنقبل تنمشي بالشارع تصير تتصوق. ده كيف الكن عين تحكوا ما بتنخجلوا، شايلين تيسك شايلين جلد التيسك نحط التعاوشكم. ايه اشامي من بنات الجنرال بدين يفرجوا كيلوتيتن فيكتوريا سيكرت، يقبروني جناميت مثل أمون. تفهي عليكم تفهي عليكم تفهي عليكم يا مسيحيين بالذات، خنتوا وطنكم لبنان كلكم بدل ما تصوتوا ورقة ورقة. هلا أبكركي قومت توقف لبنان، كانت انتخاب نسيب لحود ب 14 أدور انعمل ميزان القوى، اجت اليوم أبكركي تعمل كونتر بوا ميزان قوى 14 أدور، روحتوا هالشباب كلن خليتوني صفوهن ويقتلوهن. طولت عليكن بخاطركم.